السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مره ثانيه في قناتكم غرائب وعجائب اليوم سنقدم لكم معلومه غريبه عن مدينه كنديه كيب بريتون هي جزيره صغيره تقع في الجانب الشرقي من نوفا سكوتيا في كندا هذه الجنه الخفيه تتطلع لتتوسع اكثر رغم توفرها على كل المرافق من مطعم ومتجر بقاله وسوبر ماركت لكن لا يتوفرون على اهم عنصر لذلك وهو المواطن هذه الجزيره الجميله مع الطبيعه الفريده وبيئتها النظيفه لديها الكثير لتقدمه فتوفرها على كل ما يحتاجه الانسان من ترفيه وتعليم وتطبيب الا ان المشكله الاكبر عندهم هو تناقص عدد القاطنين فيها اذ يسكن فيها 150 الف نسمه وهي في انخفاض مستمر بسبب هذا المشكل قام اصحاب المحلات بنشر اعلان على صفحتهم الشخصيه في الفيسبوك لتلقي الطلبات ممن يريد العمل في هذه الجزيره الجميله حيث سيتم إعطاء أي شخص على استعداد للانتقال إلى المدينة فدنا من الأراضي ليبني فيها بيته. ومع ذلك فوجب التنبيه أنه لا يمكن للعمال الأجانب التقدم بطلب للحصول على وظيفة في كيب بريتون ما دام لا يعيش في كندا بوثائقه الرسمية إلا إن كان عكس ذلك. ومع ذلك فنحن نحثكم على عدم الاستسلام. فتبعا للقانون الكندي فأنت بحاجة فقط لوثيقتين للحصول على وظيفة في كندا،، دعوة من صاحب العمل الكندي موافق عليها من طرف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في كندا،، وتصريح العمل الذي صدر بعد الحصول على تأشيرة دخول مؤقتة،، هل أنت على استعداد لإتخاذ أولى الخطوات إلى أحلامك، نراك في التعليقات